لكن انا شوف من المقابل اللي اقول له امراه جميله والمراه الجميله معروف الله يعينك على شوف نفسها فلازم انت تقف معها موقف انك ترى ذاتك حتى تاخذها. عبد الله موجود اذا تواضعت لها بزياده. ابو عبد الله موجود ايه وش يدرس؟ الجامعه كلية الشريعة. ما شاء الله ولدك ايه تبارك ما شاء الله ما شاء الله كلية الشريعة ولدك في كلية الشريعة الجمهور ما شاء الله ولا احبه ولدك مع رست ما شاء الله في الشريعة اي الله ما شاء الله ما شاء الله والله اني الا عطن صالح تو صغير اي وقلت ذي حكي في الغزل وفي ذا وهم انا مستغرب وشلون مليعت هالدنيا في الفلوس وفي السلف ودخوله مع ناس ما شاء الله كم عمره ما شاء الله عبد الله 19 داخل ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك معرس عمرك 13 تقريبا 18 يا شيخ صغيري ما شاء الله يعني 19 20 اي ما شاء الله انا قابلنا واحد في الجنوب الله يمسيه بالخير انا في بالي سبت 26 عمري الحمد لله الله ما شاء الله وانا كم انت تتزوج طيب انا لا افكر لا ثنتين اقصد ما دامك اعطيتني هذا العمر ابى اكافئك لا 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 فكافك بزوجه لا لا تذكر الله الحين خلنا نخلص خلنا نروح للرجال ندور الغاز وندور شيء فكر من شوف انت ما وافقت هنا على الهواء مباشر ترى لا تجيني بعد شوي تقول لا لا ماني بجايك ولا تجيني وبعلم ترى انت متورطه ايه احتر 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 كم الحلقه يا شيخ وش جايب والله انك يا ابن الباري فرحتني ما فيه افضل مكافاه للرجل من ايه انا وش يدريني عنك ان ولدك في الجامعه وانه في الشريعه ما شاء الله ما شاء الله انا مبسوط والله من كلامك لا والله وش رايكم يا شيخ؟ تبارك المولى تبارك المولى لا ومتزوجين صغير عمره 18 في شاعر في شاعر الحمد لله انا حبيتكم مدح تنحب بس تجينا مرة ثانية زين شاعر مدح أمير قبيلة مدح وأثنى عليه ثناء عظيم قال وش تبي أكافئك قال لا تكافئني عطني أمر إني أمشي على قبيلك كلها وكل واحد يخاف من زوجته أخذ منه شات بس كل واحد يخاف من زوجته إيه أخذ منه شات بس كلهم يخافون هذا خطاب أعطاه خطاب وقال رح أمشي عليهم واللي ما يعطيك والله نسجن راح لمهم يقول مشي وراح يوم أخذ تقريبا شهر وجاء للأمير ولا معه فوق 300 راس يسوقهن قال الأمير ما شاء الله كل يوم يخافون من حريهم قال اي والله لكن والله يا طويل العمر يا فاتك وحده يا فيه جمال وطول وزين قال اقصر صوتك قال اجا ثلاثة انت ما هي بوحدة معناته انت خاف قال اي والله خاف قال نعطيك أربعة ما هو ثلاثة وساق الغنم كلها لكن نبي نجيك بعد اذنك قطعت حديثك لا بعدش خلاص تفضل طال عمرك